مرحب بحضراتكم في مشهد جديد، دايما بتجدد معاكم كل يوم في مثل هذا الموعد عشان نشوف ابرز التفصيلات على موضوع من الموضوعات. ربما القمه الافريقيه طبعا بتلقي بظلالها على كل الموضوعات على الساحه، وطبعا هناك الجديد والجديد في انتظار طبعا ان احنا ننقل الكلمه الخاصه بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه القمه. الرئيس له مشاركات ربما عديده منذ قدومه للسلطه، دي رابع مشاركه لي بعد مشاركتين في اثيوبيا ومشاركه في مالابو في غينيا الاستوائيه، ودي المره كمان اللي بيشارك فيها في كيغالي. القمه دي لها خصوصيه شويه لانها بتناقش موضوعات ربما حساسه شويه بالقاره السمراء، وبتفتح ملفات كانت القاره السمراء في انتظارها منذ زمن طويل. ابرز هذه الملفات اللي بتفتحها طبعا هو موضوع مجلس الامن، ولنا ثلاث مقاعد الان غير دائمين في مجلس الامن، منهم مقعد لمصر. هناك تنسيق ما بين الدول الافريقيه في هذا الموضوع. يمكن مصر وبعض الدول الافريقيه في خلال هذه القمه هيطالبوا بان يكون لنا مقعدين دائمين بجميع الصلاحيات، بما فيها كمان الاعتراض بحق الفيتو، ودي هتكون مطالبه افريقيه في القادم ان شاء الله. كذلك هيتم التاكيد على ضرورة العمل المشترك ووحدة المصير ما بين الدول الإفريقية، ويناقشوا كمان موضوع التجارة الحرة ما بين الدول الإفريقية. والقمم التي كانت بتعقد كان آخرهم في شرم الشيخ بنتكلم عن التجارة البينية ما بين الدول الإفريقية، للأسف هي ضعيفة نسبيا، ربما يفتح هذا الموضوع بقوة عشان نزيد حجم التجارة ما بين الدول الإفريقية. كمان عندنا موضوع من الموضوعات الهامة جدا وهي المخصصات الخاصة بالدول الإفريقية داخل الاتحاد الإفريقي، هيتم الموضوع ده وتوزيع النسب بنسب عادلة. من المعلوم طبعا ان في دول بتتحمل الحمل الأكبر في المشاركات الخاصة بالاتحاد الأفريقي، يمكن مصر والجزائر ونيجيريا وجنوب أفريقيا بيتحملوا النسبة الأكبر في هذه المصروفات الخاصة بالاتحاد الأفريقي اللي بتقدر بحوالي 419 مليون دولار، لنا فيها نسبة كبيرة جدا، فلابد من توزيع شيء عادل بالنسبة للدول. أعتقد هتكون موضوعات كثيرة جدا هذه القمة، ربما تعد من القمم الأبرز ويتم فيها مناقشات بصورة كبيرة. وإحنا شايفين الرئيس منذ وصوله إلى كيغالي وفي هناك قمم ثنائية ما بين الرؤساء الإفريقيين، وتنسيق أيضا ما بين عدد كبير من الرؤساء الجمهوريات الحاضرين، وكذلك هناك تنسيق ما بين السيد سامح شكري وعدد من وزراء الخارجية. خلونا نرحب بضيفتنا الكريمة اللي بتحضر اليوم لمناقشة هذا الموضوع، الأستاذة أسماء الحسيني نائب رئيس تحرير الأهرام المتخصصة كمان في الشؤون الإفريقية. مشرفنا أستاذة أسماء. أهلا وسهلا. أعتقد قمة طبعا يعني فيها الكثير والكثير ربما نتحدث فيه بشيء من التفصيل، خلينا نشوف تقرير صغير ونتواصل بإذن الله في هذا الحوار، نتابع. بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت أعمال القمة 27 للاتحاد الأفريقي في العاصمة الرواندية كيغالي. وقبيل الجلسة الافتتاحية الرسمية عقدت جلسة مغلقة للزعماء الأفارقة شارك فيها الرئيس السيسي. هذا وركزت الجلسة على عدد من القضايا من بينها خطط التكامل والاندماج الإفريقي والعمل على الانتهاء من المفاوضات الخاصة باتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، فضلا عن موضوعي إصلاح مجلس الأمن وانتخابات مفوضية الاتحاد الإفريقي وتمكين المرأة الإفريقية والعمل على النهوض بأحوالها. وخلال جلسة مباحثات رئاسية غير رسمية على هامش القمة، أكد الرئيس السيسي على أهمية بحث سبل زيادة الموارد المتاحة لتنفيذ مشروعات طموحة أقرتها قمم الاتحاد المتعاقبة على نحو مستدام. كما التقى الرئيس السيسي على هامش القمة مع رؤساء السودان والكونغو الديمقراطية والصومال وتوغو. أيضا شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة المغلقة للزعماء والقادة الأفارقة المشاركين بالقمة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة المغلقة ناقشت ثلاثة موضوعات رئيسية شملت خطط التكامل والاندماج الإفريقي، بما في ذلك سبل الانتهاء من المفاوضات حول إنشاء منطقة تجارة حرة إفريقية، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بالأمم المتحدة حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن والموقف الإفريقي. وأكد سيادة الرئيس عزم مصر على بذل أقصى جهد بالتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة للإسراع بخطوات التكامل الإقليمي وصولا لإقامة الجماعة الاقتصادية لإفريقيا وتلبية التطلعات لشعوب إفريقيا في تحقيق الوحدة والنهضة الإفريقية في تحقيق الوحدة والنهضة الإفريقية المنشودة.
وفي ختام النقاش اتفق الرؤساء الأفارقة على قيام المفوضية والتكتلات الإقليمية الإفريقية بإعداد خارطة الطريق لمتابعة المفاوضات الخاصة بالتكامل الإفريقي، بحيث يتم عرضها على القمة القادمة في أديس أبابا خلال شهر يناير من عام 2017. كما كلف رؤساء الأفارقة المفوضية بإعداد رؤية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة وفقا لما تم إقراره خلال القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة التي عقدت بشرم الشيخ في يونيو من عام 2015. اهلا بكم جديد، وجد ترحيب مره اخرى بضيفتنا الكريمه الاستاذه اسماء الحسيني نائب رئيس تحرير الهرم المتخصصه في الشؤون الافريقيه. مشرفنا استاذه اسماء، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذه اسماء. يعني بنتكلم عن قمه جديده بيحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص واضح جدا من الرئيس على حضور كل القمم السابقه، رابع مره بيزور قمم افريقيه، ده اهتمام واضح جدا من القياده السياسيه المصريه، وعيها بانه لابد من ان لا تنفصل ولا تنخلع مصر من القاره السمراء كما كان في السابق، للاسف فتره قطيعه طويله جدا اثناء حكم الرئيس السابق مبارك بتقدر ب10 سنوات تقريبا اثناء محاوله اغتياله الفشله في اديس ابابا. شايف حضرتك حضور الرئيس واصراره على حضور القمم الافريقيه وان ما نبش حد فيها ده بيمثل ايه للدول الافريقيه؟ وممكن يديهم إيه في ظل فترة الانقطاع الطويلة؟ نعم بالطبع مشاركة مصر مهمة، ومشاركتها على أعلى مستوى برئيسها ويعني تمثيل دبلوماسي عالي المستوى، أعتقد أنه هو أمر مهم، هو رسالة إيجابية للدول الأفريقية بأننا غير بعيدين عنها، لدول القارة بأننا موجودين، بأننا جزء أصيل، بأننا حريصين كل الحرص على أن نكون من جزء من هذا الفعال في هذا الكيان الأفريقي الذي يسعى الآن إلى حراك وإلى تقدم وإلى محاولة تناول مشكلات وقضايا تهم مصر وتهم القارة الأفريقية. هو رسالة أيضا للداخل المصري من القيادة السياسية بأن أفريقيا مهمة بالنسبة لنا، بأنها على قمة أولوياتنا، بأننا جزء من هذا الكيان الأفريقي الكبير، هذه القارة العظيمة ننتمي إليها، ونعمل على تثبيت وجودنا، لأن وجود مهم على جميع المستويات، مهم لأمننا الاستراتيجي، لأمننا المائي، مهم لحاضرنا ومستقبلنا. إذا أردنا أن يكون لنا مستقبل يجب أن يكون لنا دوائر نعمل فيها ونتوجه إليها، سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الأمني. هناك حاجة لترابط وتشابك كبير مع دول القارة، والاستفادة من وجودنا في هذه القارة على كل المستويات هي أيضا رسالة للعالم الخارجي بأننا دولة نستند إلى ظهير أفريقي قوي مهم، وأننا حريصون على تثبيت وجودنا في هذه المنطقة التي يمكن أن تكون زاد ومدد معنوي كبير وحاليا لنا في كل مواقفنا الدوليه. طيب يا استاذ اسماء، لو عقدنا مقارنه، حبينا نعقد مقارنه، يعني نفتح صفحه كده ونقسمها نصين ما بين فتره مصر في الفتره السابقه اللي تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، ورجوع مصر بصوره كبيره جدا للقاره الافريقيه، واحنا شايفين حراك كبير حتى في زيارات افريقيه لمصر، ومصر بتعمل زيارات افريقيه حتى لو ما كانش على المستوى الرئاسي، في زيارات مستمره من وزير الخارجيه وغيرها من البعثات اللي بترسل، وكمان المشروعات اللي احنا بنقوم بيها في عدد من الدول. شايف حضرتك المقارنه ازاي ما بين فتره الرئيس السيسي والفتره اللي بتسبقه اللي كان طبعا فيها فكره انقطاع طويله؟ طبعا الفترة التي تسبقه ليست فقط فترة 30 عاما من حكم الرئيس مبارك، يعني هي ربما قبل ذلك، يعني القوة اللي كانت مصر بتتمتع بيها في الخمسينات والستينات، فترة قبل يعني فترة الرئيس جمال عبد الناصر، دي فترة ازدهار كبيرة جدا، يعني كانت مصر يعني ابتشت طفرة وحراك كبير، سواء من شركة النصر، سواء من المشروعات اللي احنا كنا بنقوم بيها، حتى الرئيس عبد الناصر كان بيعمل مشاركات ضد الثورات وضد الاحتلال اللي كان موجود، مازال حتى بعض الشوارع بتسمى باسمه، مازال عدد من التماثيل موجودة باسم الرئيس عبد الناصر. نعم، لكن هذه الفترة عقبتها فترة تراجع، لأنه مصر في الوقت اللي وقعت فيه اتفاقية السلام مع إسرائيل كان شهدت انقسام عربي، والعرب انقسموا فيما بينهم وفي تحركهم نحو أفريقيا، وده أثر علينا تأثير كبير. وتقدمت إسرائيل في هذه الفترة في الثمانينات في القارة الأفريقية، لأنها استغلت يعني التراجع المصري والانقسام العربي، وحاولت أن توجد يعني مواطئ أقدام لها.
الآن يعني إذا نظرنا إلى هذه الفترة فأنا أعتقد أننا في مرحلة انطلاق يجب ألا تتوقف، ويجب ألا تكون متروكة فقط للدولة بأجهزتها ومؤسساتها الرسمية، يجب أن تشارك فيها كل القوى الفاعلة والحية في مصر، لأنه بصراحة يعني وضعنا في أفريقيا يحتاج إلى جهد كبير وإلى جهد يجب أن يبذل من أطراف عديدة وليس فقط على المستوى الدبلوماسي أو السياسي. يجب أن يكون هناك حراك حقيقي لاكتشاف هذه القارة التي نحن جزء منها، لأننا عندما نكتشفها سنكتشف أنفسنا، لأن احنا في مصر التعدد والتنوع، ومن يذهب إلى أفريقيا سيؤمن بهذا التعدد والتنوع ويكون أكثر قابلية للقبول به. سنكتشف إمكاناتنا. الاقتصاد المصري لا يمكن أن يكون فيه تقدم حقيقي بدون أن يجد أسواق في دول القارة الأفريقية، بدون أن يتجه للتكامل مع موارد القارة الأفريقية وهي قارة غنية. لا يمكن أن يكون هناك وجود لمصر قوي بدون أن تكون مواردها البشرية وهي طاقة هائلة لم تستفد منها بعد، يمكن أن تكون هذه الطاقة البشرية المدربة المؤهلة في بعض المجالات في القطاع الصحي والطبي والتدريب وفي غيرها، يمكن أن تكون مسار لتفاعل بينها وبين دول القارة. أعتقد أننا بدأنا ولكن الطريق طويل ويجب أن نقطعه بكل الجدية اللازمة والمناسبة. طيب، على غرار برضو أستاذ أسماء، يعني غرار حتى لو الاجتماعات، كل الاجتماعات الدولية بيجتمعوا الرؤساء وبيجتمعوا القائمين وزراء الخارجية والمندوبين الدائمين وغيرها، لكن البعض بينتقد أن مفيش مردود إيجابي، مفيش إحساس بالقمم وقرارات بتخرج واقعية يحتك بيها الشارع الأفريقي حتى ككل، ويشوف أن القمة كان لها دور كبير، مجرد يعني أفكار بتخرج البعض يطبق والبعض بيكون في الأدراج ليس له الجدوى الكافية. شايف حضرتك الموضوع ده بيكون إزاي؟ نعم، يعني ما ذكرته حقيقي، يعني يتعلق بالقمة العربية وأيضا بغيرها، وربما أيضا القمة الأفريقية وربما أيضا القمم العربية مماثلة. هناك انتقادات كثيرة بالفعل من خبراء ومن دارسين بيبحثوا في نتائج هذه القمة ويجدوا أنه حوالي 90%، هم يقولون 80%، أنا أقول ربما أكثر من 90% من قرارات هذه القمم لا تتعدى المكان عقد المؤتمر، سواء كان في أديس أبابا أو في غيرها، دولة المقر أو في غيرها من العواصم الأفريقية، وهذا يحتم أو يتوقف على مدى يعني جدية هذه الدول وعلى الإرادة السياسية المتوفرة لدى الزعماء، ويتوقف أيضا على عوامل أخرى، التمويل، تمويل نشاط الاتحاد الأفريقي. يعني حضرتك يعني هي يعني 240 مليون دولار لا تكفي لتغطية هذه الأنشطة والخطط الطموحة التي يتم الإعلان عنها كل مرة في القمة. أيضا هناك معوقات حقيقية على الأرض، يعني بلدان تفتقد وسائل التواصل فيما بينها، سواء كانت طرق أو بنية تحتية، وأيضا لا تتوافر فيها الطاقة أحيانا لتوفير الاحتياجات اللازمة لإقامة مشاريع التنمية. هناك أيضا عوامل خارجية ممثلة في الدول الاستعمارية السابقة أو الدول الكبرى حاليا، والتي لم تقدم الدعم الكافي لهذه الدول الأفريقية، وهذه كانت مستعمراتها السابقة واللي تم استعباد أهلها وأيضا يعني الاستيلاء على أراضيها وثرواتها في السابق، هي مطالبة بالتعويض عن هذه الفترة الاستعمارية على الأقل بمساعدة هذه الدول على الخروج من هذا المأزق الذي تعيش فيه، بمساعدتها على بناء التنمية، على بناء الاستقرار السياسي والاقتصادي، لأنه في واقع الأمر الحروب اللي بتنتشر في الدول الأفريقية وبتتوقف على عوامل فقدان الأمن، سواء الأمن الغذائي أو الأمن الاجتماعي أو الأمن الاقتصادي، هذه الدول بعضها يفتقر إلى المقومات من أجل استنهاض ومن أجل استثمار ثرواته سواء البشرية أو المادية، والدول الكبرى والمؤسسات الدولية أيضا عليها عبء كبير في هذا المجال. طيب، عندنا موضوعات برضو أستاذة أسماء بتطرح في القمة دي، ربما موضوعات حساسة جدا، موضوعات بتهم الشارع الأفريقي ككل، موضوعات تتعلق بالتجارة،
موضوعات تتعلق بالتكامل الاقتصادي، موضوعات تتعلق بالتكامل السياسي، موضوعات مهمة جدا. شايفة حضرتك موضوع التجارة بالذات أو موضوع التكامل التجاري والثلاث قمم